ثوار بغداد واقفين امام مجلس القضاء الاعلى نطالب بنصب خيمه الشهيد القائد ايهاب الوزني بدل ان تكشف السلطه الحاكمه عن القاتل الذي قتل شهداء تشرين والقاتل الذي قتل ايهاب الشهيد القائد ايهاب وزني الحكومه تقمع ام ايهاب الوزني وتفنش خيمه ام ايهاب الوزني على التي تطالب بكشف عن القتلة. واجب القوة الأمنية هو لا قمع المتظاهرين السلميين. أم إيهاب التجأت إلى الطرق السلمية والدستورية وهذا حق مدخول. وواجب القوة الأمنية أن تحترم الدستور الذي تعتقد أنه قرآنها وأنه منهجها. السلطة والقوة الأمنية ومطبقين الدستور يخالفون الدستور من خلال قمع خيمة تابعة إلى أم إيهاب الوزني التجأت إلى الطرق السلمية حتى تطالب عن كشف من قتل ابنها بدل أن تكشف السلطة تروح تفنش خيمتها. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. بداية اللي يحب يشارك بالبرنامج يقدر يتصل بينا من داخل العراق، تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفون أسفل الشاشة هنا، من داخل الفاو تقدرون تتصلون على واحد من هالرقمين. أما الرقمين الاثنين اللي تشوفون هنا من خارج العراق أيضا تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام، فعندكم أربع أرقام للاتصال، اثنين من الداخل واثنين من الخارج. أما هذا الرقم اللي تشوفوه حاليا أمامكم هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب للرسائل المكتوبة فقط، يعني هم حتى احنا كاتبين للمشاركة عبر الرسائل الواتساب فقط، فهنا كلمة رسائل هذه ما أقدر أستقبل بها اتصال، ما أقدر أستقبل بها تسجيل صوتي أو أي فيديو ترسلوا إلي للبرنامج، ما راح يبين يمي ولا يظهر عندي أنه أنتم تتصلون على رقم الواتساب. فنتمنى ما تزعلون من أدنى وتاخذون على خاطركم من أدنى، احنا اللي دق علينا نجاوبه بس مو هذا الرقم، دنيك الأربع ثانيات. سمعتوا الفيديو اللي طلع بعد إشارة البداية، القضية يعني قضية اغتيال الناشط في محافظة كربلاء إيهاب الوزني ما زالت في عظمتها إلى حد هذه اللحظة، لأن الشعب العراقي وخصوصا ذوي الشهيد إيهاب الوزني ما لقوا أي شيء يبرد غليلهم، يشفي غليلهم، يبرد قلبهم، يساعدهم، أو يعني يشوفون تجاوب من الحكومة أو من القضاء العراقي حول المطالب اللي دا يطالبوها، وهي الكشف عن جنات الجريمة، الكشف عن القاتلين، الكشف عن المتسبب في استشهاد الناشط إيهاب الوزني. بالمقابل أصدر القضاء الحالي العراقي مذكرات توقيف بحق متظاهرين بذريعة أنهم انتهكوا حرمة إحدى المحاكم في محافظة ذي قار. يعني متظاهر صار له من 2019 إلى حد هاي اللحظة، من بداية تشرين إلى هاي اللحظة هو يقول لك أريد حقي. إذا تدورون انتهاك الحرمات، استخدام الرصاص الحي، قنابل الغاز المسيلة للدموع الغير مخصصة للاستخدام المدني والمخصصة للاستخدام العسكري بطريقة غير صحيحة، وأن توجه بشكل مباشر على المتظاهرين واخترقت رؤوس الكثير من المتظاهرين، والصور والفيديوهات كثيرة على هاي القضية والأدلة هواية، اعتقال المتظاهرين وضربهم وأذيتهم، تعذيب المتظاهرين المعتقلين، قتل المتظاهرين، اغتيال الناشطين، بعد شو نقول غيرها؟ بنادق الصيد، هراوات، مي الحار، لأن كلهم مو انتهاك حرمة شعب، لا، أنت تقتل متظاهر عادي، تقتل ناشط عادي، بس ناشط يقول لك أريد حقي مو عادي، ناشط يقول لك أريد بلد بسيادة مو عادي، ناشط يقول لك أريد بلد يحكم نفسه بنفسه وما بتدخلات خارجية لا من إيران ولا من أمريكا ولا من أي أحد مو عادي، بس اللي يطلب هاي المطالب ينقتل عادي، يتهجرون الناس عادي، يطبون للسجون وهم أبرياء وينحكمون بقضايا هم ما لهم علاقة بها عادي،
يعذبون عادي. طفل يطلع المنتسب يغلط عليه ويسب عليه ويقص شعره بالكتار ويعتدي على عرضه وعلى شرفه عادي. بس مواطن يطلع يقول لك أنا أريد راتب، لا ما مقبول. مواطن يطلع يقول لك إحنا نريد حصتنا من المي، ما مقبول. مواطن يطلع ويقول لك أنا أريد أمان، ما مقبول. مواطن يطلع ويقول لك أريدك تكبح جماح الميليشيات وتحصر السلاح بيد الدولة وما حد يستخدم السلاح إلا الدولة، ما مقبول. مواطن يطلع ويقول لك طلع لي نتائج التحقيق بتفجير المول بكربلة، ما مقبول هذا الشيء. أم تقول لك أنا أريد حق ابني، تحط لها خيمة يطلعون يعتدون عليها وعلى ابنها الثاني، أقصد أم إيهاب الوزني. أبو ياسين من ديالى حياك الله. أبو ياسين تحياتي لك أخوي. أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين من بغداد، عفوا، حياك الله أخوي. شلون الصحة؟ حياك الله أخوي العزيز. أخي هذه الحكومة حكومة الاحتلال من 18 سنة. أكو بعض من العراقيين كل ما تريد تجي انتخابات يقولون بلكي الله. ليش بلكي الله؟ هذول أخي هذول حكومة احتلال من 18 سنة، كلهم هم والميليشيات، مو من صالحهم إنه العراق يستقر، لأن العراق إذا استقر راح تبرز جرائمهم البشعة من 18 سنة. اثنين، هم أصلاً أخي هم حاقدين على العراق وشعب العراق، والإثبات الرئيسي أفعالهم، هاي أفعالهم صارت 18 سنة. أي قل لهم أنتوا أي قرار انطيتوه هو بفايدة للعراق وشعب العراق. أشو أول ما أجيتهم من 2003 صنعت الطائفية بين العراقيين، وكانوا كل الطوائف يأكلون بماعون واحد. هاي وحدة. العفو، اثنين، الشيء الثاني، هدمتوا التامر الإمامين وربيته براس ذيك الصفحة على مود تحرضون الجنوب على الغربية، وهاي كشفوها الناس، أكثر الناس كشفوها، وتم القتل على الهوية وتفتيش المحافظات وقتل الأطباء والطيارين والمهندسين والفنانين ودفن الأراضي الزراعية وقطع الكهرباء. يعني أدري أنا، بس أريد أعرف أنتم الشعب العراقي، يعني ما حسيتوا بهؤلاء؟ يعني لعد جثة حارين هم، يعني مثل هذا مثل ما يقول يقتل بي شهر رأس الشهر يعطي شكلية ويصدق بي. يعني مع احترامات الناس الطيبين، بس أنت ليش تتقسمرون بهؤلاء؟ يعني هل تتكلم على واحد يعني مسيء هو سياسي أو لا بتعمام؟ هم كلهم سياسيين، ماكو رجال دين، كلهم الله مطيحهم، وناس اجوا من اجل اطاحه هذا البلد يسلمون بيد اعدائه. نعم. يعني انا بس اريد اعرف يا اخي، احتاج ماكو يعني ذاك اليوم هاي مال ابو جعفر المنصور، ناس كبار عركين ولكن دشاشين، كلا جعفر المنصور، انتم كان ما تريدون اداره ابو جعفر المنصور زين، وهاي من الاعداء اللي دمروا البلد صار 18 سنه. يا اخي شنو هاي العقول؟ يعني ليش الناس اللي تحب بلدها قاعدة بنص المدابل، والناس اللي أعداء هذا العراق كل عمارات ومولات؟ ليش هالشكل؟ أنا هسه جت صار لما جاي أتصل عليكم، أنا جاي أشتغل سبت ليلي، واللي جاي العمال كلهم أحزاب، فأنا آسف ما جاي أتصل بكم أنا، لأن أخاف على روحي وأخاف على عائلتي. نعم. وأنا أشكرك أخوي، أنا طلعت. شكراً عليك. شكراً لك أبو ياسين من عاصمة الرشيد بغداد. محمود من الموصل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. أخوي حكومة ماكو من عمي، إحنا طيحت حظنا على حزابي أنا بالموصل. نعم. طيحت حظنا خلت على حالنا. أراضي الموصل كلها كانت الميليشيات. الأراضي كلها كانت الميليشيات. ما عاد نقدر نفص ولا عاد نقدر، هذا المحافظ قاعد على كرسي، كل شيء ما يقدر يمون، والله كل شيء ما يقدر يسوي وسائل، كلها بيد الميليشيات. انت عندك انت كل واحد تحلف شارع مكتب، نور المالكي عنده 10 مكاتب، الحلبوسي عنده 10 مكاتب، الفياض عنده 10 مكاتب، المعماري 10 مكاتب، تعالوا تخبونا، اذا ما تخبونا ترى بعدين اضيعكم يا اخي. خلاص تجينا شوفوا المتحدة سوبا القديمه كلها خذوها، خذتها كل الميليشيات، اشترتها قوه
كلها انهدمت على تركيا. كلها انهدمت على تركيا. هذه حكومة. هذه حكومة. حكومة هذه حكومة جايتها هذه مرتزقة. هذول فاشلين. والله فاشلين قسم بالله العظيم جعل كل الدنيا شوف. يعني الحكي ما يكفيه. قلناها من قبل حكينا هذا السؤال فيها السؤال ذي حكيته قبل ساعة راني. هذول مرتزقة شدهم يعني جايين تدمرون البلد. ما جايين على ضربات كثير 100 ألف سنة معيش. بس يقول لك احنا خلينا نعرض عليهم ذولا. العقل صار 4 سنين ما حد قال له ابنه وين؟ انا مظلم اليوم ولدي 4 5 سنين ما عنده لهم وين؟ من شغله اخوي هذه شغله شغله سقوط المصري احنا طالبنا دعاء من ولا المالك. ما احنا طالبنا دي سقط 60,000 مقاتل سقطوها اربعه نعم اربع سيارات بالتاريخ هاي وين صارت؟ كنت فاتح له مكتب تعالوا انا جاينا هذا بغروف المسيحي هذا الكندالي تعالوا سلطان قاعد يهلك فلوس بس والله 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 والاسم والله والله اللي بيحصل ما يبيع حظه اي والله اللي بيحصل تو مثل ما يبيع حظه وخلاص تسمعني ويعيدها مثل ما قررت الوزراء قال صيح اللي بيع صوته يبيع حظه هذه شغله هذه تعالوا خذوا لك البنايات كلها استولوا عليها تحت الحديد تحت القنم تحت سوق المسقف ما عاد نقدر نحكي محافظ بس مجعدين ونعطوه خضره خلوا يسمعنا المحافظ مخلينه ونعطوه خضره بس يقول له وقع ما عليك مسوي 20 جسر بس وهميه كل جسر ما يكفي 20 30 مليون ما ادالهم بواري هاي ما تصير هذه ما تصير ابن عمي احنا كل من يشوف شيء يسولفوا لا كل من هذا كل من يشوف شيء بعينه يسولف يظهروا تدخلوا قدام الاذاعه وقدام البرنامج انا لا بيجي هذول يضربوا معك يصدوا معك يا قسامي هذول اربعه خربوا بلد والله كان يقولوا صدام حسين خرب بلد واحد لا هذول الساعه اربعه المتفقين على بلد حتى الخزع قيس الخزع اللي يقول الفصائل ظل مقاومه شغله هم في امريكا والله تذراعنا بس والله خد منا سلاح العالم نقاتلهم نقاتلهم وامرنا لله أنا قوة 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 لا يخرج نعم 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 الله وكيل شكرا شكرا لك أخ محمود سعدية من المدائن حياك الله يا سعدية أستاذ يا أهلا وسهلا بيك هلا بيك حجية تفضلي أستاذ أنا عندي مغيبين طبوا بس السنة السابعة نعم وجاي أدق حاسبات يقولوا لي بالمطار بالمطار اروح يقول حاسبات ما داني القاهم نعم يعني ما خليت مكان ما رحت عليه نعم زين هاي تملي طب بس انا اني بهالحاله شتا واني ام ما تقدر على قلبي نعم زين وانتو السجن مال المغيبين يعني خفيتوه ماكو نعم اي هاي على مود ودي ما عندي شيء والله نعم نعم اي والله ربي يردك اياهم ان شاء الله سالمين يا ربي وحكينا عن هاي القضيه كثيرا وراح نعيدها المغيب او الشخص المعتقل لدى الحكومه العراقيه ما من حقها تحرم اهله او تحرمه هو من التواصل مع اهله ما من حقها لا بالقانون العراقي ولا باي قانون دولي حتى موظفين واحد موظف المصرف والمدائن واحد موظف المصرف مال المدائن وواحد استاذ جامعي نعم ما دايقاهم ماكو والله نعم نعم شكرا 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 لك اخت سعدية ابو مصطفى من بغداد حياك الله يا ابو مصطفى عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام عندنا عندنا احنا مخطوفين انخطفوا من 2017 نعم من بابل وما نعرفهم من كيف لقيتهم احزاب ولا لقينا جثتهم ولا لقيناهم وسووا مالنا بفلوسهم طلعهم وفلوسهم ما عادوهم نعم وهاي وهذول الاحزاب كلهم 90 ليره الو وياك هاي الاحزاب كلها تشتغل لصالح العراق. نعم. ما تشتغل لصالح العراق. وما نعرف احنا شو نسوي معه.
ندور عليهم ماكو، بالسجون ماكو. نعم. ما يعني وين نروح هسه يعني؟ لين من نشتكي؟ احزاب بابل تخطف هاي الناس الابرياء، ناس فله. نعم نعم. نعم نعم. وهاي حكومتنا ما اذا هي تخاف من الاحزاب شو ما تسوي؟ ما سوت كل شيء يعني. العصابات تأمر السيطرات وتخطف وتقتل، والسيطرات كل شيء ما تسوي. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو مصطفى. ابو علي من الناصريه، حياك الله يا ابو علي. حياك الله، الله يعزكم، شلون صحتكم؟ شلونكم زينين؟ دواكم الله حبيب قلبي ويقويك ان شاء الله. نشكر الله على كل شيء. انتم برنامجكم برنامجكم رائع ومشرف، واحنا قاعد نتابعه من سنوات الاحتلال على الراس الغاشم لليوم على الراس. واحنا بالنسبه ان قلبا وقالبا معاكم ومع الصوت الوطني. نعم. اذا امكن ابو علي تنصي لي صوت التلفزيون تسمعني من التليفون افضل. لا حياء لا حياء لمن تنادي، الشعب ما بتكاتف، الشعب ايران نجحت بتجزئة الشعب، الشعب صار احزاب وصار فئات وصار مجموعات وضعفوا وعرفوا شلون يسيطرون عليه. احنا بالنسبه ان نحكي من الصبح لليل ما يفيد الحكي، اذا ما يتوحد الشعب ويرجع لوحدته ولحمته الاوليه. نعم. ويصير قالب واحد وبوجه الاعداء اللي هم الصفويين والايرانيين، هم الدرجه الاولى لان سيطروا على كل طوائف المجتمع بالقوه وبالسلاح وبالمال وبالترهيب. فبالنسبه للشعب العراقي هو اللي باع وطنه وباع ارضه وباع خيراته وثرواته وجرد البلد من كل مقومات الحياه. نعم. فكل القنوات الوطنيه واولها قنواتكم قاعد تحكي وتحيط على الوحده الوطنيه وعلى التكاتف وعلى التلاحم وما يفيد الحكي. فاحنا متاذين ومتاثرين على بلدنا وعلى ناسنا وعلى خيراتنا انسلبت. وسلبها الجانب الايراني هو الجانب المستفيد، وقف 10,000 مصنع، دمر ثروه، وقف زراعه، وقف صناعه، وقف اجيال، وقف صحه، وقف تعليم، وقف ثروات طبيعيه، دمر البلد من الشمال الى الجنوب. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. كيان من بغداد، حياك الله يا كيان. الله يحييك ويحيي اصلك ويحيي هاي القناة المحترمة والكادر الطيب العراقي الاصيل. حيا من قال. حبيب قلبي استاذ افل. اول نعم. اول اول شغلة، هاي الحكومة جبناء، دليل جبناء من الكلمة شاعر يشعر شعر ينقتل. اذا هم جبناء، جبناء الكلمة، هاي الحكومة جبناء الكلمة. نعم. يعني هاي اللي خافوا من الكلمة هذا ما اعتبره انا، هاي وحدة. النقطة الثانية، الله فوق الراس يشهد، لا عندي مرتب ولا عندي نزح، بس قلبي يحتصر ودموعنا تنزل على اهلنا وناسنا النازحين، اخواتنا ذن النساء بالصحراء، هذول المعتقلين يا اخي. معتقل هو مذنب، القضاء، القضاء هو القضاء، ياخذ حقه وماكو اي اشكال يتعاقب، بريء يطلق صراحة. وثاني شيء على مود الأهالي، خطية هاي الأمهات، الأمهات دموحن والله العظيم قلبنا شيب، قلبنا شيب. وانت يا ناس يا عالم، احنا النادي كل شرفاه بالكرة الأرضية، ما النادي هاي حكومة، حكومة ما عندنا شيء وياها، لا نادي ولا حكومة ميتة، والضرب بالميت حرام. النادي كل شريف بالكرة الأرضية يسمعنا ويسمع صوتنا، يعني يسوي حل، يسوي حل للعراق. هاي هذول اهلنا وناسنا النازحين، يعني خيمه لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انتم ما عندكم عروض اخ كيان. نعم. اذا تسمعني. نعم. انت يعني انا بالبدايه قلت انه القضاء العراقي اليوم اصدر مذكرات اعتقال بحق متظاهرين لانه انتهكوا حرمه المحاكم بمحافظه ذي قار، تعرف شنو هو الانتهاك؟ نعم. ايش يعني تتخيل؟ طبوا للمحكمه وكسروها وقتلوا القاضي مثلا؟ هو نعم لا،
هم كل اللي سووا انه عشرات المتظاهرين تجمعوا باب المحكمه، طالبوا المحكمه بالكشف عن قتلة المتظاهرين، وانتقدوا القضاة لعدم كشفهم عن المتورطين في عمليات القتل طيلة السنوات الماضية. استاذ عفل، استاذ عفل، هاي الحكومة انت لا بري، اي انسان بري وما عنده شيء بس يرفع صوته يركبون علي تهم، عادية عندهم، شغلة طبيعية عندهم، هاي مو شغلة طبيعية، هي اساسا هم اساس هاي الشغلة. هاي الناس الابرياء صار في السجون فدوة لقلبك، يعني متظاهر لا يطلع ينقتل، يطالب حقه ينقتل، اي شخص يحكي ينقتل، هم عندهم لغة الدم، لغة القتل، لغة القتل سائدة. بس احنا عتبنا كبير استاذ افل، اسمح لي ارجوك وياك، عتبنا كبير نحسب على العشائر الاصيلة، المو اصيلة ما لنا علاقة بها، نحسب على العشائر الاصيلة العراقية من الجنوب الى الشمال، نحسب على هاي العشائر الطيبة الاصيلة، ليش ما توقف وقفة مشرفة وتنهينا هاي المسألة؟ ليش ساكتة هاي العشائر؟ يعني هاي العشائر تجتمع، لا سامح الله، لا يعني يجتمعون هاي العشائر وعقولهم وجيب الكبير وجيب الكذا على حادث بسيط ما تكتك، على حادث، على شغلات بسيطة يجتمعون ويحاربون ويشدون رئيس العباس سلام الله على العباس. فهاي العشائر لا عتها غير وعتها شرط، تقول احنا عشائر اصيلة وعراقية. انا نادر الطيبين، نادر المطيبين، مو طيب عند الشيء، هذول العشائر الطيبين. لا صحيح هم عشائر وأصيلة وأولاد حمولة ورؤساء العشائر من تاسع جد إلى هذه اللحظة يوقفون وقفة مشرفة لأجل العراق، هذا العراق الكريم الراقي الأصيل. لا. هذا العراق جريمة سلبية، جريمة. وأنا أشكرك أستاذ حبيب، وتحية. شكرا لك أخ كيان. يعني اليوم من يصدرون هكذا مذكرات القاء قبض، يعني ما أفتهم ليش الناس هي اللي واقعة بيها، ليش ابن الخايبة على ما مثل ما يسميه الشعب العراقي هو اللي يوقع بيها. منطقة منزوعة السلاح تصير بيها جريمة، أحكي عن جريمة سبايكر، وقعت براس الناس وبراس الأهالي، هم ساحبين منها السلاح. تنظيم الدولة يدخل ويحتل 3 محافظات والجيش ينهزم والحكومة تدري، واللجنة الأمنية اللي حققت بالقضية اتهمت نوري المالكي والقيادة العسكرية، وقعت براس الناس، تفجيرات براس الناس، جرائم قتل، اكو ناس ابرياء دا يطبون للسجون، وكثر التعذيب والكتل دا يوقع على اعترافات هو ما له علاقه بيها، واكو ناس دا توقع على اعترافات انه هي قتلت اناس والاناس دول احياء، ويروح يقول لهم يابا انا ما ميت انا حي، وما يرضون يتنازلوا عن القضيه وقضيه 4 ارهاب ماشيه. هاي كلها ليش؟ ابو محمد من الناصريه حياك الله، اتمنى تجاوبني. أبو محمد، وياي أبو محمد، ألو، يبدو أنه أبو محمد مدى يسمعني، أتمنى يعيد الاتصال مرة ثانية حتى يدخل ويانا ونسمع رأيه بالموضوع. أبو ياسين من ديالى حياك الله يا أبو ياسين. حيا الله الغالي الذهب وحالك هذه المحترمين. حياك الله يا غالي. عزيزي أفل، هو مذكرة اعتقال العوائل المتظاهرين بالنسبة للقضاء. ايه. هو القضاء هذا مو مستشفى، هو جبان. ومو قدم مذكرة اعتقال قاسم مصلح وطلعوا غصب على شواربهم. هذا القضاء التافه الفاسد. هم اللي يخدمهم نفسهم، هم اللي جاي يديرهم، مو محمد مدحت المحمود، مو جاي يسمع كرسي الثورة، لو شق وشق. قال يطلعون هم قرار واحد، يطلعون هسه كلهم يسوون قرارات، بس كان ثورة المنحل. فشوف هسه هذول اللي يتظاهرون يقولون نريد وطن، من حقهم يعتقلونهم، لان الوطن يا أبل قالوا 3-0 ايران، 3-0 فدير العمليه السياسيه ايران. فهذا القضاء مجند لايران، ايران خاويتهم خوي، هسه مدرسه على رسوم الزعامات الاحزاب والسلطات الثلاث والقضاء كله بيد ايران والفضل. نعم. الانتخابات، فالامر واضح، من حقهم يعتقلون. زين هذه الناس الفقرة اللي اعتقلتوها مذكرات اعتقال 5 و6 سنوات ما يستعدون قضاء محكمه، شنو عنوانهم؟ تجون تقصف بالابطال المقاومين النشامه. والله يا عبد كلهم شباب، انا شفتهم بعيوني ما
بالمعتقل من اعتقلونا من ساعات كبار شباب ابطال والله يا فنين زعجوا من قامك وبالكلام قوي. وش مسويين؟ قال احنا مقاول اعتقالنا ضد الدبابه الامريكيه. حتى سمع وين ماكو نذل بالنذل العامل والخزعلي هذول الجبناء سووا نفسهم مقاومين. لكن انتوا اي مقاومه انت جابتكم امريكا يا جبناء؟ انتوا بحضن ايران، التلفزيون مال ايران، انتوا نفسكم مقاومين وشباب الابطال المقاومه اللي يرفعون راسهم بالسجون والقتلتوه وانعدمتوه وهي عوالم سبب العربان. والله شنو مقاومين الاحتلال؟ انتوا هم عندكم مثل الالسنه وتحشون بالمقاومه يا دوله ايران في مجلس القضاء النايم مو الاعلى. عيب عليك وسع على شرفك وغيرتك. انت المفروض تدير العمليه السياسيه كلها، انت على سلطه بالعراق. هاي الناس الفقراء المساكين بالسجون، حل لهم موضوع واحد. وعساس ليش يعيدون محاكماتهم وينها؟ من يعيدهم؟ يرجع للجيش يذبحهم ويعلقهم فلقه ويعيدون نفس الكره. اكو ناس نايمه تطالب بالعفو العام، هو ماكو عفو عام، هم ناس ابرياء يطلبون الدوله حقوق. يعني هذا المظلوميه كلها تتحملها الدوله. واكو ناس فلوس على اللصوص عايشه على ارزاق السجناء، ناس حراميه نص لا اخي اسفل نص اقوى منه. يعني لص اقوى من لص، فلاص هيمنت على العراق. ومع الاسف اكو لحد هسه اكو شعب نايم حاطه سلم اسمه السيستاني عبده ويسجدنا ويضحك عليهم. يا ناس هاي الايرادات مال العتبات المقدسه تاسف انتم وين تروح؟ هاي المشاريع اللي يشتغلون بها كلها تروح لايران. عقلت ان خليه حتى السامع. انت مو قلت مظلوميه الشعب، الشعب ناس كاتل الجوع. يساوين عايشه بالزباد بكبات النفايات بالديوان يسلم طمون يابس وتفاح خاصه ساكنه مرجع بعد 60 كيلو عن الديوانيه. واي مرجعيه هاي؟ اي قشمه رايحه تستامع؟ كافي عيب عليكم المرجعيه، ما تدليكم رب العالمين ولا تدخلكم جنه. ناس تضحك عليكم عايشه بوسكم جابت لكم فجوه اللطم والتطبير والزنجيز وهذا والزياره. لان هاي ما في احنا بيها من هاي المرجعيه، اي مرجعيه تتحدث عنها؟ المرجعيه خلت المرجعيه العراقيه ونبي الامه عليه الصلاه والسلام على بيتي واصحاب الاخيار يقول العراق عرق الامه والكوفه جمجمه العرب. ايش؟ لان الكوفه هي مقر الدوله الاسلاميه. هسه صلوات على النبي، الجمجمه تجيب لنا شرح من في ايران. هذول الجبناء شعب تحت جوع، شعب القتل. المرجعيه داعمه للارهاب، المرجعية داعمة للقتل، المرجعية داعمة للجوع. ليش؟ لأن السكوت من الرضا. نادار ساكتين هم اللولب، هم الداعمين للإرهاب والقتل. هاي الفتوى السيستاني مال حج داعش خليه يكملها بنقطة حبل يقول محاسبة المقصر حتى كاتبنا المالك معلق بالمشالة. هذا ما ضحكة مهزلة. طببوا داعش وجابوا عندنا الفقراء المساكين العلنياتهم ونسميهم الجهله من الجنوب وقتلوهم بمحافظاتنا وقالوا ذبحوهم والسنه سبايكر وغير سبايكر. خلي يطلعوا لنا تاج سبايكر. سبايكر هاي الناس الشباب الحلوه اللي وداها المالكه حتى هناك يذبح طلاب. نعم مقاتلين وانذبحوا. فالشعب لازم يصحى على نفسه. نعم شكرا. كافيه المرجعيه. شكرا لك ابو ياسين. بس حتى اخذ اكبر عدد من الاتصالات. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. محمد وياي؟ قطع الاتصال ويا الاخ محمد من بغداد، اتمنى يرجع لنا. ابو محمد من الناصريه رجع لنا، حياك الله يا ابو محمد. الو مرحبا. مرحب. الو وياك يا اخوي، تفضل. مرحبا استاذ عمر. حبيب قلبي، تفضل اخوي. ابو محمد إذا أمكن أبو محمد تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أفضل. صار. مرحبا أستاذ عمر، الله يخليك. مشكلتكم مشكلة إذاعتكم هاي الرهيبة، هاي الوطنية. والله لو ما إذاعتكم فلا واحد يذكر تشرين ويطلع الصور إنه والمقاطع. بالنسبة للقضاء تقولون التهكة وحرمة القضاء، جايكم التهكة وحرمة القضاء. شو ميليشيا يطب المحكمة منا يطلع منا تصول هجوم ما حد يحكي لها. شي هذول شي يطالبون بحقهم ايش يسوون بهم؟ ليش كان الحق وين راح؟
زين ما يطلعون المعممين يحجون الشيوخ الوادي من الناس ما صاير هاي ترى جريمة ما صاير والله ما صاير هاي شيلك بيها أبو محمد مش شايب والحج وتاج الراس راح يزعل هيجي رحم الله والديك أشكرك الله يستر عليك دائم دائم في مالنا حبيب قلبي شكرا لك أبو محمد أبو محمد أنا مو أنا يعني حكيتها من باب الطرفة هي فعليا الميليشيات من دا الطب للمحاكم ودا الطب حسبوها قاسم مصلح اعتقل رئيس الوزراء أكبر رئيس سلطة قضائية تنفيذية بالعراق أو بالأعلى هو أعلى سلطة بالعراق لأنه رئيس الجمهورية سلطة شرفية ما إلى أي سلطة سلطاتها محدودة أما رئيس الوزراء هو عنده كل السلطات طبوا له وقالوا له نقص ذنك وقبلها اعتقل من حزب الله 4 وياهم مفجر صواريخ إيراني خامسهم داسه وصورته تكرمون بالبساطيل ليش؟ لأنه أكو تاج راس أبو عمر من الأنبار حياك الله يا أبو عمر السلام عليكم حياك الله يا أخوي شلونك يا غازي؟ شلونك قلبي؟ أبو عمر من الأنبار المطفي الحلاسي حياك الله أخوي الله يسلمك أخي العزيز أنتم قاعد تجون فتنة طائفية ليش عارف دهنا؟ ليش عارف؟ إيران شنو إيران دخل بالعراق يا حبيبي؟ شنو عراق شنو ايران بالعراق شنو دخلت حبيب قلبي انت قاعد تجون من حررتكم من طلعتكم شنو انتم ها شنو دخلها بالعراق زين لحظه سؤال مقتدى الصدر وقيس الخزعلي وهادي العامري والسفير الايراني ايرج مسجدي وسليم الجبوري قبلها ومحمد حلبوسي حتى محمد حلبوسي من تنصب برئيس مجلس النواب راح الإيران أخذ الموافقة والقبول وقدم الطاعة وسجد لهم ورجع يلا صار رئيس مجلس النواب ذولا كلهم يقولون ما يتعين رئيس وزراء ما يتعين رئيس جمهورية ما يتعين رئيس برلمان بدون موافقة إيران السفير الإيراني لما يطلع ويصرح ويقول ماكو سلطة بالعراق أعلى من سلطتي هاي هو ده يقولها لما يطلع أبو لما يطلع الحرس الثوري الإيراني ويقول الآن سيطرنا على 4 عواصم عراقية عفواً 4 عواصم عربية واحدة من عندهم بغداد تجون هسه تقولوا لي إيران ما لها دخل بالعراق عجل قاسم سليماني شان يسوي يشوي كباب ويطل العراقيين يا أخوي حبيب قلبي هو من حرر المناطق من كيف هم دول القادة قادة النصر انت حررت جاعد قادة النصر منو قادة التهديم ذولا قادة النصر السيد مقتدى الله يحفظه وهذا العامر الله يحفظه يا اخي انتم شفتوا ابو عمر ابو عمر ابو عمر حبيب قلبي ابو عمر حبيب قلبي النصر مو معناتها تقتل الناس النصر ما تقتل الناس حبيب قلبي هاي تتنطر قاعد تقتل الناس منو هاي انت قاعد تسوي برامج المباشر فتنة فتنة يا حبيب قلبي حبيب قلبي روح اقرا التصريح مال هوشيار زيباري لما صارت حرب تحرير الموصل اللي كل الارقام الدوليه وحتى الاستخبارات العراقيه اسمعني من حرب الموصل انت قاعد حتى الاستخبارات العراقيه قالت الدواعش باقصى حد 4000 واحد حرب تحرير الموصل ماتوا بيها 40000 واحد ال 36000 ذولا طرح 80% من المدينة تهدمت ووقعت على رؤوس الناس هاي شنو هاي؟ هاي تحرير داعش تحرير هاي المناطق المحررة على الأرياض توينشني أخويا دا أسألك سؤال جاوبني دا أسألك سؤال جاوبني 36000 الفوق 4000 ذولا منو؟ المجاعد يستغلون المجاعد تقدموا هالبرامج شكرا لك أخويا شكرا شكرا أبو عمر أبو عمر واحد من الناس اللي يحبون إيران اللي دمرت العراق وهدمت الموصل وهدمت الأنبار وهدمت صلاح الدين وهدمت ديالة وهدمت المرقدين العسكريين اللي على ضوء التهديماتها صارت الطائفية بالعراق واللي 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 يقول لي إيران ما لها دخل بالعراق أنا أمنيتي أفهم قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني وميليشيات بدر اللي تربت ويا إيران هادي العامري لما كان يحارب بالحرب العراقية الإيرانية ويا إيران ضد العراق وعمار الحكيم وأبوه عمه اللي كانوا يحاربون ويا إيران ضد العراق لما نجوي للعراق أدري شدي يسوون ذولا يذبحون طليان ويشوون كباب ويطول للشعب حتى يأكل والله ماذا أفتهم لما واحد يطبلي ويقول لي إيران ما لها دخل بالعراق
اخ احمد من بابل ويانا على التليفون، حياك الله اخ احمد. اخ احمد ابو عمر يقول ايران ما لها دخل بالعراق، ما سوت شيء، ليش تحجون عليها؟ شنو رايك والله؟ احمد انقطع الاتصال ويا الاخ احمد. ابو محمد من الفلوجه حي... الو نعم استاذ وياك. منو جاي؟ وياك ابو محمد من الفلوجه. ابو محمد من الفلوجه حياك الله ابو محمد. ابو محمد ابو عمر دخل لي ويقول لي ايران ما لها دخل، ما سوت شيء للعراقيين، حرارته هو انا ردي على ابو عمر. نعم ابو عمر من يقول لي مثلا من ايران دخلوا حرروا العراقيين، لان المقابر اللي موجوده بالصقلاويه والمقابر اللي موجوده بالحصوه والمقابر واللي راحوا على الزيت او اللي اسمها وال شو اسمها على كربلاء، يعني هاي من قتلهم ذول اللي راحوا من قتلهم بالضبط، يعني لكن انا السؤال ابو عمر بسال من قتلهم، نقول هذول الناس اللي راحت الاف مؤلفه من قتلهم؟ هم دواعش ذولا؟ هو من يجي يحرر، يعني يجي يحرر يجي يحرر ويهدم، هدم الانبار، يعني هدم عندك الفلوجه والرمادي وراحت لنا لحد الان الزلم ما ندلها وين صارت، يعني للمساعدة لحد الان مغيبين لحد الان ما نعرف وين مصيرهم، وين دول وين؟ اذا هم محررين صحيح مثل ما يدعي هو، حرر مناطق سنيه او مناطق نقول كانت احتلمت قبل داعش، يظهرون دول الالاف اللي راحت لحد الان ما نعرف وين صار مصيرهم. يعني هذا حكي لابو عمر، جزاه الله خير على الدفاع مال المميت عن ايران، بس انا بس الناصريه بيها دواعش او النجف بيها دواعش اللي يدخلون بالعراقيين. يا ابو عمر من تحكي ارجوك ان تكون انت قلت ثاني ابو عمر من الرومادي، والله اول ما قلت السلام عليكم وغداتي عن كل الرومادي، بس خليك منصف او يبقى هناك ياها ومن راح يسألك على هذا الشيء. وجزاكم الله خير استاذ. حياك الله ابو محمد. ام خالد من الموصل حياك الله. مرحبا. حياك الله. بس اريد اسال عن حكومتنا سوت للعراقيين مصطفى الكاظم ومحمد الحلبوشي، سوت لاهل الموصل؟ حررت الموصل والدواء عشاقتهم يشوفونهم بس سجون، والمظلومين خاسوا بس سجن. 5 سنين اخويا مفقود كل شيء ما نعرف عنه، خماس سوى هو، اهل الموصل بريئين كلهم يزتونهم بس سجن، حكمهم كلهم دواعش، والدواعش يروحوا يزورونهم اهاليتهم ويودوا لهم فلوس والحكومه تطلعهم بفلوس، محمد الحلبوسي يروح يتزوج ياخذ لي مذيع بفلوس الشعب العراقيين والمظالمين نايمه بس سجن، ومصطفى الكاظمي عايش في خير العراق ويجي يقول ما شارب وكل شيء ما يسوي، يا شوار زي شوار واحسن، احنا شو استفادينا اهل الموصل من تحرير الحكومه مالتنا؟ يقول ماكو ايراني بالموصل، هو ايران تنتقم منا مال حزب البعث، هو احنا سوينا؟ ما اسرائيل قامت حرب، مصطفى الكاظم يروح يدور يبدع لاسرائيل، تحرر شعبك، خلي شعبك يصير بخير، بعدين تحكي على اسرائيل، هو شعبك شنو اكله؟ سوى؟ كل منطقه صدام حسين الى حد الان حرب وقتل وذبح وقتل ونهب وسلب وواقعه براس المساكين والمظالمين. امريكا فاتت عندنا ما سوت شيء، والمظلومين مسكين بالسجن، محلبوسي راح يسوي نفسه محافظ ورئيس وزراء ويتزوج المذيعه ويجي يتكرم يسوي نفسه زين هو حرمته يفتري يوزع فلوس على النازحين، ومصطفى الكاظم يدق على صدره انا اجيب حقكم ويجي يفتر على ذول الشتلوه تحت التحرير انا اجيب حقكم وحق فلان ويروح يسكت وكل شيء ما مستفاد الشعب العراقي من حكومته، خليه يطلعوا خليه يولون برا يروح يعلم وراء على ايران مالهم، اوف الشعب العراقي شلون يصير براسه خير؟ شعب العراقي انضمر، مات شبابهم، راحت حريمهم، امهاتهم تبكي يوميا 5 سنين تقول كل شيء ما نعرف عنه، ليش تسووا؟ نعم. وانت على راسي استاذ ابن، وحكيك انت على راسي، وصوتك على راسي، وكلامك كله تقول عدل. سلم راسك، سلم راسك ان شاء الله يوم ما وقناه الرافدين على راسي، واحنا نريد بس نطالب يفرجوا على المغيبين والمظلومين، والله تعبنا والله بزعنا احنا للموصل، تورطت خمرات داعش على هم جابوا داعش علينا وحسبونا داعش، من عرفوا داعش جابوا الحكومه جابوا جاب ايران علينا. واشكرك استاذ شكرا أبنى. شكرا شكرا لك ام خالد. حيدر من الناصريه حياك الله يا حيدر. حيدر تسمعني يا حيدر؟
قطع الاتصال يا الاخ حيدر. ابو عمر من الانبار بسر اسالك، الناشط المدني المحامي العراقي علي جاسب المغيب ورا سنه ونص ابوه اسمه احمد شايل صورته ويفتر ويقول اريد ابني انقتل، تقدر تجاوبني منو الكتله؟ جاوبني. واكو ناشطين هوايه. رسائل الواتساب اللي وصلتني تقول: استاذ افل، القضاء مسيس، الاحزاب السياسيه حراميه. السلام عليكم، اشكرك واشكر قناتكم الكريمه. عندي رساله عن لسان السجين المظلوم: انتم املنا يا اهلنا، لا تخذلونا، تعبنا السجن، كثره امراضنا، حالتنا النفسيه انتهت حتى نومنا بالقوه، طالبوا بالعفو العام، لا تسكتون علينا، فدوه اروح لكم، مشتاق لامي والجهالي والاخواني والاصدقائي، اخوتكم اخت المسجون احمد عذاب خشان، مع تحياتي لكم. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ أفل، العراق بدون حكومة وإدارة عادلة وبدون قضاء وبدون جيش وبدون أجهزة أمنية وبدون تعليم وبدون صحة وبدون خدمات، واللي يدور بالعراق العكس على يد ميليشيات مسيرة على الخراب والدمار، سرقة، قتل، سجون أبرياء، اعتقالات عشوائية، تهريب عملة، اقتصاد. و ألوم شيوخ العشائر والعلماء ورجال الدين والشعب العراقي أجمع والجامعة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى هاي الحكومة: إحنا أهالي السجناء نريد عفو عن أولادنا، والله مرضى بالسجون وحسر عليهم لقمة الخبز، شنو يخابرني زوجي خمس دقائق ما ينطول موبايل إلا بكارتين أبو العشرة، وإحنا الوادم تترحم علينا، ماكو رحمة بقلوبهم، حسبنا الله على كل واحد يعارض العفو العام وما يحس بحالنا. أنا أريد أسأل سؤال واحد، سؤالي إلى كل من يدافع عن إيران، أريد أفهم شنو قدمتها إيران. حصار اقتصادي على إيران أخذت فلوس العراق، حاربت الزراعة العراقية وتورد لنا زراعة مخدرات ومواد مخدرة، وأصبح العراق يعني أكبر مستهلك للمواد المخدرة على قولة عادل عبد المهدي اللي طبلنا من الأرجنتين، لأنه أرض حدودية الأرجنتين ويانا. إيدز، أدوية فاسدة، أموال مهربة، الإيرانيين اللي دفرون الحدود واللي طبوا للعراق، اللي سرقوا مصفى بيجي ونقل إلى إيران بليلة ظلمة، دعم الميليشيات اللي تقتل وتنهب وتسرق وتسوي ما تسوي وتغتال الناشطين والكواتم المشتغلة على إيديهم والسكاكين والهراوات، والحكومة خايفة من عندهم أصلاً، ويطلع لنا واحد ويقول إيران ما لها دخل بالعراق، وأرج مسجدي هو الحاكم الفعلي والوصي على هذا البلد، ويطلع لنا واحد ويقول إيران ما لها دخل بالعراق، والقضاء العراقي اللي لازمته إيران وصاير لعبة بيد إيران، ويطلع لنا واحد ويقول إيران ما لها دخل بالعراق. الحرس الثوري الإيراني والقيادة ما تكلها تفتر وتصول وتجول بالعراق بكيفها وتسوي اللي تسويه، ويجيني واحد إيراني حارب البلد 8 سنين وقتل أبناء البلد 8 سنين، ويمكن اللي يدافع عنه عند عم أو خال أو ابن عم أو ابن خال مستشهد على إيد هذا القائد الإيراني اللي يسميه قائد النصر، ويجي يدافع لواحد عن إيران. مدى أفتهم هاي المعادلة أنا نهائيا؟ أنا أعرفه أنه أنا عراقي ولاء لهذا البلد بس، أنا اللي أعرفه أحمل جواز ولاء لهذا الجواز وبس، وأنا اللي عرفه أنه المفروض لما يجي واحد يقول أني أنتمي لهذا البلد ينتمي له روحا وقلبا وقالبا، بس يجيني عراقي ويدافع لي عن إيران، أتمنى أشوف إيراني يدافع عن العراق، أتمنى. مشاهدين الكرام، يعني القضاء العراقي منتهي، حسبوها من 2003 لليوم، زراعة ما عندنا، صناعة ما عندنا، وزير الصناعة الأسبق طلع وقال، قال أي واحد يلزم هاي الحقيبة يقولوا له ممنوع عليك تفتح أي معمل أو تفتح أي ملف أو تفتح أي قضية بخصوص المعامل المتوقفة. ثروة سمكية انتهت، الأغنام الله اللي يعلم متهربة ولو لونهوها، فلاونزا الطيور، الأنهر العراقية اللي العراق كان يتغنى أنه بلاد النهرين جفت، مي صالح للشرب ماكو، كهرباء ماكو، مجاري ماكو، شوارع مال اوادم ماكو، ابنيه ما، بالعكس اكو تهديم. اتمنى من الشعب العراقي يطلع هسه كله ويطب لي للانبار جرف الصخر نينوى، يروح يشوف حال المدن
يروح يشوف الخرابات اللي موجودة هناك، الآثار العراقية انسرقت واندمرت، مراقد أنبياء تفجرت وراحت، منارة الحدباء اللي تعتبر أقدم منارة بالعالم وينها؟ معالم العراق اللي كنا نتغنى بيها واللي كانت عبارة عن أيقونة لكل محافظة وينها؟ والبناء وينه؟ نازحين ملايين، معتقلين ملايين، أيتام أمية، كل هذا دا يصير بالعراق في ضوء حكومات الاحتلال وحكومات إيران اللي دا يدافع عنها أبو عمر. مشاهدينا الكرام، حلقة صوتكم انتهت لهذا اليوم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.